عندنا مدرسة نووية في الضبعة، واحنا كنا اول حد يروح هذه من سنة بالظبط في الصيف الماضي، كنا في شهر 8 السنة اللي فاتت، كان لسه بيحطوا حجر الاساس ليها ولسه بيبدأوا تشغيل ليها. ليه عندنا المحطة ديت او عندنا هذه المدرسة، المدرسة الفنية في الضبعة؟ المدرسة دي قصاد او الناحية التانية من المفاعل النووي اللي هنعمله في الضبعة ان شاء الله، ولو بدأنا نشتغل فيه بإذن الله، عشان نخرج كوادر ولادنا يروحوا يبقوا هم دول نواه للي موجودين هناك، مع اللي بيدربوا في روسيا، روسيا هي اللي بتعمل المفاعل، فخدنا كمان فيها المهندسين وبيتدربوا ويعملها بتشتغل، فبنعمل كمان مدرسه، عملنا مدرسه في هذه المنطقه لاهلنا في مطروح كمان، يعني المنطقه ديت واهلهم مدارس يدخلوا المدرسه ديت، والنهارده اول يوم، تعالوا نشوف اول يوم طابور الصباح لأول يوم في مدرسة الضبعة، لأول مرة بيكون عندنا هذه المدرسة.